جدا جريش وخطا كبير في دفاع فريق اتحاد الحراش. وحامد القناص الصياد الذي لا يتسامح يجد الكرة مهيئة أمام دوخة ويسجل بكرة أرضية في مرمى دوخة أول أهداف المباراة لفريق اتحاد أو شبيبة القبائل بقدم حامد فارس. غلطة ارتكبها الحارس من الآن. شوف الحارس راه يعني من هي كانت من جريش. نعم شفنا يعني في وضعية صعبة يعني عرف. شوفها حميتي يعني شوف الذكاء تاع القناص اللي قلنا عليه. قناص يتابع قرأ الكرة وين راهي رايحة وسبق يعني حارس دوخة وباليسرى يسكنها في الشباك. كرة أولى لحميتي فارس يتمكن من الوصول إلى مرمى دوخة الذي كان يسكنها.